طموح باش توصل بعيد في الكرة كيخليك بعض المرات تدير شي حويج ما كيقدرش يتخيلوها الناس. نقزت الصور مثلا حتى عييت باش نقدر نحضر لتدريب الفريق الام ديالي بعد ما منعوني من الحضور لاسباب مادية. كافحت وقاتلت باش نوصل للحلم ديالي وديال المرحومة الوالدة ديالي. تعرضت للحقرة بزاف ديال المراحل مع الماس، لكن كنت ديما كنوصي عمر للداخل ديالي بالصبر وبانتظار الفرصة. داكشي اللي كان وهان الان من بين خيرة اظهرة البطولة الوطنية والقارة السمراء بفضل الصبر وايضا بفضل الايمان بقدرتي على الوصول. السلام عليكم، معكم عمر من مساوي. سنو القصة ديالي على سكان الكورة. قبل ما نبداو ما تنساوش متابعينا تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنساوش ضغطوا على زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو. بطبيعة الحال بهالطريقة غيقدر الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس وغتشجعونا في نفس الوقت باش نزيدو نطوروا المنتوج اللي كنقدمه لكم، وهذا الشيء اللي كنحاولوا نديره من اول نهار بدينا الخدمة في القناة. عمر النمساوي من مواليد مدينة فاس سنة 1990، والديه تزادوا في نفس المدينة لكن الاصول ديال العائلة ممتدة من الراشدية. البدايات الكروية ديال عمر كانت في حي عين القادوس في الحومة اللي انشأ فيها، كان كل أسبوع على موعد مع إجراء مباريات ضد الأحياء المجاورة، وهنا بدأ كيكتشف موهبته وحتى أصدقائه بدأوا كيتنبؤوا ليه بمستقبل في كرة القدم وكيطالبوه بضرورة الانخراط في أحد أندية المدينة. عمر فاتح الوالد ديالو في الموضوع وطلب منه يقيده في مدرسة المغرب الفاسي. الأمر كان كيحتاج مصاريف مادية كبيرة، لكن حب الوالد ديالو هو الآخر لكرة القدم بحكم أنه كان لاعب سابق لنادي الاتحاد الفاسي دفعه باش يقلب على طريقة كيفاش يسجل ولد. بعد محاولات حتيتة نجح النمساوي الأب باش يسجل عمر في مدرسة الماس على عمر 7 سنوات بفضل مؤطر اسمه محمد التسولي اللي سبق له جاوره خلال ممارستهم للكرة. تدخل هذا المؤطر مكن النمساوي من مجموعة من الامتيازات، من بينها أنه يتعفى من الواجب السنوي اللي كيبلغ 3000 درهم، لكن في نفس الوقت كان مفروض عليه يخلص الواجب الشهري اللي كان محدد 200 درهم. البداية كانت جيدة بالنسبة لعمر، خاصة وأن الفئة العمرية كانت كتضم عدد من الأسماء اللي غتدير بلاصها من بعد مثل عثمان البناي، لكن عدم قدرته على الالتزام بتأدية الواجب الشهري بسبب أوضاعه المادية خلاه يتعرض للعديد من العراقيل، من بينها منعه من الدخول من طرف حارس الملعب، وهذا الشيء كان كيفرض عليه هو وأحد زملائه اللي في نفس الوضعية أنهم ينقز الصور باش يدخلوا يتدربوا. في العديد من الأحيان كانت كتصدق القضية، وفي بعضها كان كيدخل الحارس وكيخرجهم وكيلوح لهم حويجهم برا الملعب. هذا الوضع بقى مستمر الى حين واحد النهار كانوا منعوا الثنائي مجددا من التدريب. فين خرجوا لقوا في الطريق ديالهم احد فرق الاحياء كتدرب، دخلوا لعبوا معهم، وللصدفة لقوا المدير التقني ديال المغرب الفاسي انذاك بوبكر الغندور كاين في الملعب. تقلق فين شافهم تما وطلب منهم ما يبقاوش يجيوا لمدرسة الماس، لكن بعد ما شرحوا ليه الامر تفهم وتدخل لهم باش يبقاو يتمرنوا ديما في الماس بدون مقابل مادي. المسيرة ديال عمر بقات متواصلة بشكل طبيعي في مرحلة الصغار، كان كيشارك رفقة الفريق في مجموعة من الدوريات في كافة ربوع المغرب، والوضع بقى غادي عادي الى حين بلوغه مرحلة الفتيان. مع وصوله لهذا المرحلة بدات مجموعة من العراقيل كتواجهه، من بينها انه بدا كيحس بالحيف والحقرة كتمارس عليه هو ورفيق دربه أسامة رزقي بسبب وضعهم المادي. كان المؤطر ما كيديهاش فيهم، ما كيلعبهمش في المباريات، وكانوا ايضا عرضة لكافة الانتقادات في الوقت اللي كانوا محتاجين في هذه المرحلة اللي يقدم لهم يد المساعدة ويوريهم كيفاش ممكن يطوروا المؤهلات ديالهم.
هذا الوضع جعل عمر يعيش في قلق وحزن كبير، وكان بعض المرات كيفكر في انه يدير بناقص من الكرة بسبب هذا التعامل ديال مؤطري النادي. كان على عمر ينتظر الى غاية ما عاقت الادارة مؤطري الفتيان انذاك، جابت اللاعب السابق ديال الماصل وداد الفاسي عصماما باش يولي هو مدرب الفتيان. مع هذا المدرب عمر رجع حيا وبدا كياخذ الفرصة ديالو، لعب 4 مباريات معاه، وفي الماتش الخامس تلقى للأسف إصابة قوية في الكوع ديالو بعد ما سقط على أرضية صعيبة. هذا الشيء تسبب ليه في أنه مشادر القبص اليد ديالو وتعطاته راحة لمدة 21 يوم. بعد ما حيد عمر القبص تفاجأ بأن الكوع ديالو ما بقاش كيتحرك مزيان، مشى عند الإدارة ديال الماس، وبفضل الكاتب العام إدريس مصروف نجح باش ياخد موعد مع طبيب متخصص ليأكد ليه باللي راه محتاج فقط مرحلة ديال الترويض باش يسترجع النشاط ديال اليد ديالو وداكشي اللي كان. بعد العودة ديالو من الإصابة عمر كان عازم على أنه يرجع بقوة، كان كيستاشر مع أطر بحال التسولي والأب ديال التكناوتي بخصوص شنو خاصو يخدم باش يطور راسو وكيزيد التدارب من عنده، وهكا تجاز مع الوقت بالالتحاق بالفئة الثانية ديال شباب المغرب الفاسي. لحسن حظ عمر هو أنه في هذه الفترة أصبح عبد الرحمن السليماني هو المدير التقني ديال مدرسة المغرب الفاسي. بفضل هذا الإطار تغير كل شيء وتزيرات القضية، ولا اش عندك في رجليك هو معيار ديال بقائك في الماس. سليماني كان هو اللي تكلف نيت بالفئة الثانية ديال الشباب في البدايات باش يختار العناصر اللي تصعد للفئة الاولى ويصيفط اللي ما صالحينش خارج المغرب الفاسي، وفي نفس الوقت الفئة الاولى ديال الشباب تطلع للفريق الامل. عمر كان استطاع رفقة 7 عناصر أخرى أنهم يقنعوا سليماني واختارهم باش يصعدوا لفئة الشباب الأولى، وتماك أكد لنا عمر باللي بدات الخدمة ديال بالصحة. كان أنذاك كيتعلم بزاف ديال الحويج، كان هو كيشغل مركز وسط ميدان دفاعي ولا مدافع، داكشي لاش كان سليماني كيخصص ليه رفقة اللي معاه حصص خاصة كل مرة، يا إما على كيفية ضرب الكرة بالرأس لزابوي كيفاش توقع الكرة فين غتمشي، وهذا الشيء فاد عمر بزاف وخلاه يتطور بسرعة أكبر مقارنة مع السنوات اللي كانوا قبل. عمر قدر بعد ذلك أنه يلتحق بمركز التكوين ديال الماس وأصبح من بين عناصر فريق الأمل اللي كان كيقود السليماني، ووقع معه على موسم ممتاز استطاع خلاله أنه يتوج بلقب البطولة بعد ما تلقى الفريق خسارة وحيدة كانت أمام حسنية أكادير في مباراة كان سجل فيها النجم مراد باتنا لوحده 5 أهداف. بعد نهاية هذا الموسم كان انتهى عقد الثنائي السليماني مع الماس وجلتحق شاكيب جيار بفريق الأمل، الإطار اللي كان أول واحد غيعتمد على النمساوي كظهير أيمن، وهذه كانت في أول مباراة في الموسم الموالي ديال الإسبوار. هذه المباراة كانت أمام الكوكب المراكشي وكان تابعها مدرب الفريق الأول رشيد الطوسي اللي تعجب كثيرا بالنمساوي، وطلب من المدير الرياضي ديال المغرب الفاسي أنذاك عمارة أنه يخبره بالصعود ديالو للتدريب مع الفريق الأول. التكوين اللي تلقاه مع السليماني خلاه ما يلقاش صعوبة في التدريب ديال الفريق الأول، كان هاضم أبجدية الكرة، وكان اللي جديد عليه هو النهج التكتيكي اللي دغيا تأقلم معاه حتى هو. في هذه الفترة كان عمر كيتدرب مع الفريق الأول، وفي نهاية الأسبوع كيلعب مع فريق الأمل. هاد التحولات اللي شهداتها حياته الكروية أثرت على دراسته، علما أنه كان تلميذ مواظب طيلة الصغر ديالو، ما نجحش في العام ديال الباك، وديك الساعة الوالد ديالو طلب منه يختار فاش بغى يركز معاه. من بعد ما اختار الكرة طلب منه أنه يتحمل المسؤولية ديالو كاملة. عمر فين سمع الهضرة ديال باه زاد بغى يتقاتل باش يوصل للحلم ديالو، وكان بغى يحقق الامنيه ديال الوالده ديالو اللي كانت توفات وهو عنده 14 سنه. كانت ديما كتشجع على ممارسه الكره وكتقول ليه كنتسنى غير النهار اللي نشوفك فيه في التلفازه. هاد الفتره ولا ملتزم فيها النمساوي كتر، ولا مواظب على قاعه تقويه العضلات، ولا حازم في مساله التغذيه، وحاول يخلق علاقات مع لاعبي الفريق الاول، الشيء اللي جعله ينسجم معهم كتر ويتعلم بشكل اكبر.
من بين هاد اللاعبين كان حمزة بورزوق اللي كان عطاه كوداس باش يبقى يتريني بعد ما كان غير كيتسلف كل مرة بسبب الوضع المادي ديالو، إضافة إلى حمزة حجي اللي كان كيشغل نفس المركز ديالو، وكذلك بقية عناصر الجيل الذهبي ديال الماس اللي أكد لنا النمساوي أنه كيبقاو أفضل عناصر يمكن الواحد يالله بادي الكارير ديالو يتلاقى بهم. مع انتهاء السنة كان جا موعد ديال البكالوريا حرة اللي كان دفعها عمر بعد ما فشل في النجاح في المرة الاولى، والساطع هاد المرة انه ياخد الباك، ومن بعدها دخل في اول تربص اعدادي مع الفريق الاول تحت قيادة الطوسي واللي كان فارهورا. خلال هاد التربص وفي المشاركة في دوري تشيفي بين نمساوي جميع المؤطرين والجمهور باللي راه قادر يشكل ثنائية مع حمزة حجي، وهكا بدات كتجي الفرصة تدريجيا بحيث اعتمد عليه الطاوسي أول مرة كأساسي في مواجهة أمام شباب الريف الحسيمي، والساطع خلالها يسجل هدف. عمر حكى لنا وهو كيضحك باللي بقى كيدور على التيران كامل بكثرة الفرحة بعد هذاك الهدف. من بعد هاد المباراة النمساوي بقى مواصل العمل ديالو وما كانش كيهمه واش يكون أساسي ولا احتياطي، كان مبرمج راسه على الصبر والقتالية. وخلال هاد الموسم نيس كانت وقعات ليه طريفة، كان الفريق الفاسي لعب مع شبيبة القبائل في ملعب 5 جويلية بمناسبة كأس الكاف، زنيتي كان غيب بسبب التوقيف والماس كان عنده حارس واحد. المدرب آنذاك قرر باش النمساوي يدخل لابس اللبسة ديال الحارس باش الشبيبة ما تعيقش باللي عند الفريق الفاسي غير حارس واحد ويبغيو يعطبوه. النمساوي حكى لنا هاد القضية بالضحك دابا، لكن هي كانت ألماته بزاف هذيك الفترة حيت اختياره للقيام بهاد المهمة خلاه يفكر بلي هو غير مهم بالنسبة لتركيبة الفريق. على العموم هادشي ما ركزش مع عمر بزاف، بل على العكس بقى خدام وكان طرف تتويج الماس بثلاثية داك الموسم كأس العرش كأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي. بعد نهاية الموسم تفرتشكات الفرقة ديال المغرب الفاسي، كان مشى الطوسي والعديد من اللاعبين رحلوا بعد نهاية العقد ديالهم. جاء المدرب الجزائري عز الدين أيد جودي وجاب معاه الظهير الأيمن عبد اللطيف نصير، في خطوة دخلت الشكوك للنمساوي، واللي زاد أكد هاد الشكوك هو تعامل المدرب معاه في ذاك الموسم بحيث ما كانش كيعطيه فرصة وما كانش كيوضعه حتى في المخططات ديالو. أمام هاد الوضعية عمر قرر أنه يغير الأجواء، كان تلقى اتصال من إسماعيل كوحة اللي كان مع بني ملال في هذيك الفترة، عرض عليه التحق به خاصة وأن فخر الدين رجحي كان باغيه أيضا. عمر وافق على العرض وقنع مسؤولي الماس باش يمشي كمعار. فين تحط في بني ملال كان النمساوي عازم على انه يبين للناس اللي ما تتاقوش فيه باللي راه قادر يلعب على اعلى مستويات، كان كيتدرب ديال بالصح وقدر يحجز مكانته دون مشاكل. قبل ما يتألق في مباراة امام الوداد الرياضي انتهت بفوز رجاء بني ملال ب3-1 بحيث سجل هدف واعطى تمريرة حاسمة. هاد المستويات المميزة اللي قدمها دفعات المغرب الفاسي لانه يبغي يسترجعوا في الميركاتو الصيفي داكشي اللي كان رجع عمر للفريق الام ديالو، لكن مرة اخرى لقى راسه في دكة الاحتياط كبديل لنصير، كان مجبر على انه ينتظر الى غاية تلقي الاخير 4 بطاقات صفراء مثلا باش ياخد الفرصة ديالو. لكن حتى فين وقعت هاد القضية كان مدرب الفريق روسلي اختار يدخل لاعب وسط ميدان في هاد المركز انا داك النمساوي كعا وطالب بالرحيل، لكن المسؤولين طلبوا منه يزيد يصبر. النمساوي وافق على البقاء وكان عليه ينتظر رحيل نصير للوداد الرياضي باش ياخذ الفرصة ديالو كاملة. في هذه الفترة ولا أساسي لا يناقش ودوز عام ونص مخيرة على المستوى الشخصي، عطى فيها تمريرات حاسمة وسجل ضربة أخطاء، لكن الفريق ديالو كان كيعاني بسبب مشاكل مادية أدت به في الأخير إلى النزول للدرجة الثانية. مع نهاية الموسم كان توجه النمساوي لعند رئيس الماس المرنيسي باش يطلب منه الرحيل، خاصة وأن الفريق ما بدلش ليه العقد اللي كان عنده مني كان يلاه طلع من فريق الأمل. رئيس المغرب الفاسي وعدوا بأنه غيلقى ليه الفريق المناسب، وداك الشي اللي كان بعد ما اتفق مع مسؤولي النهضة البركانية على كل شيء. وتمك وقع النمساوي بعد لقاء مع المرنيسي ومسؤولي بركان في كازا على عقد لمدة 3 سنوات من 2015 إلى 2018. اللي كان كيشرف على بركان في هذه المرحلة هو مدرب جزائري الاسم ديالو حمدي، لكن عدم توفره على دبلوم تدريبي كيخول ليه يمارس في البطولة غيعجل بالرحيل ديالو، والبديل كان هو المدرب السابق ديال النمساوي رشيد الطوسي.
هذا الاخير كان مره كيعتمد عليه مره لا، وفين بدا عمر كيدير بلاصو كان تعرض للاصابه تمزق عضلي خطير فرض عليه غياب على الميادين لفتره جد طويله تراوحات بين 5 و6 أشهر. هذه الاصابه خلت موسم النمساوي تقريبا ينتهي بحيث لعب مباراه وحيده في الجوله الاخيره امام اتحاد طنجة. هذا الشيء جعله يكون عازم على ان الموسم الثاني يدخل بقوه عن طريق تحضير مكثف في الفتره الصيفيه. طلب برنامج خاص من طرف المعد البدني ومشى اقتنى جميع المعدات اللي غيحتاج للتدريب في المنزل ديالو، لابار فيكس، الفيتامينات وكافة الوسائل اللي غتخليه يرجع للتنافسية بشكل أقوى. وهذا الشيء كان كيبين الرغبة الجامحة اللي كانت عند عمر باش يبان بصورة أقوى. جات بداية الموسم النمساوي خدمة كانت الأساسية مع الطوسي، لكن الأخير ما قدرش يكمل الموسم، جا في المكان ديالو منير الجعواني المدرب اللي أكد لنا عمر باللي هو اللي خلاه يتحرر ويبين كاع المؤهلات اللي كيتوفر عليها. عمر حكى لنا باللي بركان في فترة الجعواني كانت كتوفر على مجموعة جد رائعة، كل شيء بحال الخوت، وهذا الشيء عطاه أجواء باش يزيد يتطور في مؤهلاته التقنية والبدنية وجعل الفريق أيضا يحقق أول لقب ليه على مستوى كأس العرش إلى جانب الوصول لنهائي كأس الكاف السنة الماضية أمام الزمالك المصري. بعد نهاية الموسم الماضي تلقى عمر بفضل مستوياته المميزة العديد من العروض وكان على وشك الانتقال للدوري المصري، لكن عرض مسؤولي بركان عليه البقاء وفضل أنه يرد لهم الجميل اللي داروا معاه قاعد السنوات في انتظار الرحيل صوب تجارب أخرى بعد إهداء لقب كأس الكاف للجمهور والمسؤولين حسب ما أكد لنا عمر. في نهاية الحلقة ممكن تشاركونا متابعين أجمل الأهداف اللي شفتوا النمساوي سجلها خلال المواسم الماضية رفقة النهضة البركانية أو أيضا رفقة المغرب الفاسي. إذا كانت هذه أول مرة كتعرفوا فيها على قناة سكانير الكورة، ممكن أنكم تشاهدوا فيديوهات آخرين كاينين على القناة داخلين حتى هما في السلسلة ديال سكانير. ما تنساوش ديروا معكم سبسكرايب قبل ما تدوزوا تشوفوا فيديو آخر عندنا في القناة.